مرحبا حبايبي، السلام عليكم. هاليوم راح اسوي لكم خلطه للدجاج او افخاذ الدجاج اللي نشويها على الجريل. طبعا اول شيء هنا عندي الدجاج انا مغسلته، لكن يفضل ان انقعه لمده ساعه كامله بالخل الابيض والملح. راح اخلي كميه عندي هنا، هذا خل ابيض، عندي خل ابيض، ما اعرف انتو اكيد موجود يعني بانواع مختلفة واشكال مختلفة. ما عنده خل ابيض ممكن يحط خل التفاح هم يصير، او اي خل يعني موجود فاتح لونه. هخلي تقريبا نص كوب من الخل، وراح اخلي ملعقة او ملعقتين من البار من الملح، وراح افركهم بالخل والملح تقريبا، يعني اخلي كل قطعة تختلط. هنا انا ملعقتي صغيرة، راح اخلي تقريبا 4 معالق، لان احنا ما مشكلة حتى اذا حطينا زيادة ملح، هو للتنظيف والتعقيم. وبعدين راح نرجع ننظفه ونغسله ونرجع نحط له الخلطة مرة ثانية. عندي هنا هالشكل، يعني انا حطيت هسه الخل والملح، احاول افركهن وانظفهن اذا اكو، انا ولو انا غسلتهن بس مرات احيانا اكو شغلات لازم هذا الجلد الاصفر ينشال. هسه اذا ينقع بالخل راح يطلع بسهولة، وبعد شوية الريش مرات واحد اكو يشوف قطع ريش صغيرة تتنظف. لازم ننظف الدجاجة بشكل حلو حتى تروح هم الخل يروح من عليها الزنخل بيها. وشوف شلون يصير المي، لون المي بعد انتوني حطيت شلون صار المي بدأ ينزل الدجاج الزناخ اللي بيه والزفر بعد خلص اتركه هسه منقوع تقريبا ساعة، وبعدين ارجع اكمل تنظيفه واخلط الخلطة. هسه هنا انا مثل ما قلت لكم خلطته وكملته وغلفته بالنايلون الفولية، ورق النايلون هذا، وراح اخليه بالثلاجة لان الجو حار، فيفضل انه هيش يعني اخليه شوية بالثلاجة هاي الساعة كاملة، وبعدين اطلعه اكمله. وهنا هسه رجعت لكم بعد ما حطيناها تقريبا ساعة بالخل والملح للتنظيف. هسه نحاول شوف شلون طلع الماي، شوف شلون ماي طلع، ماي الوسخ. اريد اشوفكم بس الماي الوسخ اللي يطلع، هذا كل الزفر مال الدجاج. هسه راح ارجع انا انظفها بايدي واغسلها بالماي، اشيل هاي الروس مال الجلد الاصفر اللي باقدام الدجاج ونكمل وياكم. هسه هنا راح احضر الخلطة اللي راح استعملها لافخاذ الدجاج، خلطة الباربيكيو اللي راح استعملها للشوي مو للاشياء الثانية، هذه للشوي. عندنا اللي نشوي على الفحم، نشوي على الغاز، نشوي على اي شيء. عندنا هنا الطماطة، معجون الطماطة او التوماتا باستا. عندنا كاتشب، عندنا الفليفلة او البابريكا الحلوة المطحونة ناعمة الحمراء، عندنا صلصة الباربيكيو اللي هي بالعراق هم يسموها الصاص، او بالدول العربية ما ادري شو اسمها بس هي صلصة الباربيكيو. عندنا هنا تشبهها، احنا هنا نسميها كاري فورس، عندنا مثل الكاتشب يشبه الصاص يعني قريب له. اذا ما موجود ما مشكلة، هاي تفي بالغرض والكاتشب يفي بالغرض. اذا هذا ما موجود ما عليكم، انه نقدر نشيله اصلا من الموضوع. وعندنا الخردل او الزنف، وطبعا عندنا الفلفل، وعندنا الليمون
راح نستعمل قشر الليمون نبرشه شوية، وعندنا عصير الليمون، هذا عصير الليمون، وطبعا الثوم الباودر المجفف هنا انا ناسي احطه هسه اجيبه، والثوم او اذا ما موجود ثوم عادي ممكن تهرسوه وتحطوه. هسه راح نحط اول شي عندي شوية برش ليمون، انا برشته تقريبا ملعقة كوب يطلع، مو كثير حتى لا اخاف يمرمر. راح احط كمية من الكاتشب لا على التعيين، يعني بحدود كوب صغير، استكانة، اقل من استكانة، نص استكانة تقريبا، هذه كمية هالقد، شي يطلع لها 3 ملاعق مثل هاي، 3 ملاعق يطلع تقريبا. راح احط بالمعلقة احسن اقيس لكم، هاي ملعقة، هاي 2، هاي 3، 3 ملاعق صاص، راح احط عندي هنا تقريبا ربع، هاي بيها ربع، تقريبا ملعقة معجون طماطم، اذا استعملتوا المعجون ملعقة كبيرة معجون طماطم، لان انا عندي هاي سائلة مو معجون مثل اللي عندكم. راح احط هنا عندي البهارات، البابريكا الحلوة الحمراء، راح احط عندي هاي الملعقة صغيرة، راح احط 3 ملاعق من عندها، يعني بحدود ملعقة كوب كبيرة. راح احط هنا ايضا فلفل اسود ملعقة، ملعقتين مال شاي. راح احط عندي هنا الثوم الباودر تقريبا ملعقة مال كوب، وفلفل اسود رشة، وعندي هاي الكاتشب اللي قلنا اللي ممكن تستغنون عنه، راح احط شوية يشبه الصاص، هو ما كثر منه، وخل اجيب ملعقة نظيفة حتى احط زنف. وطبعا هنا عندي الليمون، الليمون الحامض، شوف شو عصارتين نزله همتين مالت هذا التلف كله سوي احطه ما مشكله، لان يتشرب وينطيها الطعم. وراح احط بعد قلنا الخردل، هاي ملعقه كوب مليانه، وهاي الثانيه مليانه، يعني بحدود اكثر من معلقة ونص اكل، ومن هاي معلقة الكوب، يعني شوفوا قياس، ونخلطها. طبعا هي تجي بأذواق كثيرة، وكل واحد هم وإلا ذوقه بالاكل، وكل واحد شي عجبه يحط، اكو ناس تحط لبن، اكو ناس تحط مايونيز، اكو ناس تحط الشغلات الشوي، لان على مود اللحم يكون يعني هيش طري وجوزي، يعني بشويه طراوه وطعم طيب، فكل واحد بكيفه، يعني انا هاي طريقتي وكل واحد بكيفه عادي. هسه راح اضيف بعد شوية هالشكل من عندي اضافة ثانية، اللي هي شوية الزيت، هم تنطي اكثر طراوة، تقريبا استكانة
زيت استكانة من الزيت. صارت عندي هاي الصلصة كاملة سهلة بسيطة، موادها اعتقد متوفرة بكل مكان، وممكن تخلطوها وتسووها وتنقعون بيها. هسه ننقع بيها افخاد الدجاج، جوانح الدجاج، صدر الدجاج، اي شيء تحبون تشوه تخلطوه بيها وتحطوها بالثلاجة، تغلفوها وتحطوها بالثلاجة لمدة ليلة كاملة. يعني هسه انا هاليوم دا اسويها الباكر، باكر حتى نشويها يكون غدانا الباكر. ورجعنا لكم حبايبي بعد ما غسلته ونظفته وشلت هاي المنال جلد الاصفار ونظفت كله. شوف شلون بياض طلع، صار لونه ابيض وحلو. واحد من ياكله هالشكل مرتاح، الزفرة راحت من عنده. هسه فخاذ الدجاج بعد ما كمل تنظيفهن راح انقعهن بهاي الخلطة اللي قبل شوية سويتها وياكم. هاي الخلطة نخلطها بشكل زين وننقعهن بيها يعني الباكر. يعني هي ممكن واحد اذا سواهن من الصبح يشويهن بالليل للعشاء، بس انا بالنسبة لي افضل احطهن لي باكر بالثلاجة انقعهن واغلفهن هذا بنايلون. واحطهم بالثلاجة لباكر لوقت الشوي. خلص طريقة التبهير والتتبيل. شكرا. اليوم اعزائي راح نشوي الدجاج اللي البارحة تبلناه وحطيناه بالثلاجة لمدة ليلة كاملة ونهار كامل. وهاي هنا هسه راح نبدي نحطها على النار الجريل بعملية الشوي الى ان ينضج اللحم ويستوي هالشكل. نحاول بس يخن شوية نزرف اللحم حتى نشوف اذا كان يطلع منه دم او ما يطلع منه دم. اذا يطلع منه دم بعد ما نستوي، اذا بعد ما يطلع دم يعني خلاص استوى. وتحطوه بهالطريقة على النار وان شاء الله العافية عليكم. وهنا حطيناه على النار وراح ننتظر ياخذ وجه وبعدين نقلبه على الجهة الثانية وان شاء الله يطلع بشكل ينال اعجابكم. هسه نحاول اصدقائي انه بالصوص اللي بقت عندنا هنا، بقت عندنا ندهن وش ثاني على افخاذ الدجاج هالشكل حتى النكهة بعد تصير أقوى وأطيب. إلى أن يستوون بشكل كامل.